للأسف الفيديو ده أنا بعمله أنا وتعبان يعني، فأنا مش هظهر بوشي في الفيديو ده. تمام، تعالى نتكلم على مجموعة من الكيبوردات الجيمنج الميكانيكال اللي بتيجي بأر جي بي. شفت الحركة دي؟ قلت بس أجرب، حاسس المود شكله أحلى بكتير. دي النضارة بتاعتك، حابين نعمل بيها حركة كده يعني، مش عارف، حسيت الموضوع رايق شوية. نخش في موضوع الفيديو. احنا من فترة جربنا مجموعة من الكيبوردات، دي كانت واحدة من الكيبوردات اللي احنا كنا نعمل مقارنة ما بينها. دي الأولى ال 2058 ودي ال 200، ده بيجي كومبو، ده بيجي أنا كيبورد منفصل لوحده. ممكن ننزل كده يعني، أعتقد كده الموضوع باين أحسن. سيك، تمام. دي من نوعات الكيبوردات اللي هي بتيجي كيبورد فول، كيبورد كامل يعني، عندك لمبات، عندك مكان بتاع الأرقام في الناحيتين بالنسبة للكوردات. تمام، دي كوردات كاملة بالكامل يعني. أظن إن إحنا محتاجين إن إحنا نبعد هذه الأشياء، يكون عايزين نعمل ديكوريشن وحاجات زي كده، بس إحنا محتاجين نستفيد ب يعني إيه الشكل الكامل للكوردات يعني. ممكن نخلي واحد كده مثلا، برضه الكادر مش أحسن حاجة اعتقد. لا اعتقد كده بقى احسن يعني، ممكن برضه نحط ديكوريشن برضه، نعمل منظر كده يا باشا في الفيديو، فاهم انت؟ اللي ياخد الفيديو حته تامله 9 10 11 12، انت فاهمني؟ مش نحط الحته اللي مش تك دي كده، فاهمني؟ يا ولي يا ولي يا ولي يا ولي يعني والله. يا نبدا الفيديو نقول بهذا الشكل، حاسس كده الشكل بقى احسن بكتير عشان ما تتلخبطوش. هم من شبه بعض قوي. تمام، ده ال 2058 بتاع شركة أولى، وده برضك من أولى برضك، بس ده هو ال T200. تمام، ده بيجي كيبورد كومبو ماوس وكيبورد، وده كيبورد لواحد لوحده خالص. ده عندك طبعا شعار أورا، أورا شعار أولى هتلاقيه موجود هنا. تمام، شعار أولى برضك هتلاقيه موجود هنا. هتحس إن الشكل ده زين شوية قريب من بعض يعني، عندك السكرول اللي هنا أو البكرة اللي هنا، هتلاقي هنا بكرة. طبعا هي ليها هنا اختيارات أو مهام مختلفة. تمام، يعني موجودة في الأولى 2058 غير الموجودة في التي 200. وعندك الثلاث زراير دول اللي أنت بتبدأ تتحكم فيهم في تقليب الموسيقى أو الشيء اللي أنت مشغله، الميديا اللي أنت مشغلها. تمام، الماتيريال بالكامل أنا شايفها ماتيريال محترمة، بس طبعا تتحسب أكتر بالنسبة للأولى 2058، لأن الأولى لوحده بتمن الكومبو تقريبا بتاع التي 200. طبعا مراجعة بالتفصيلية بكل حاجة لوحديها بفتح صندوق كل من المنتجات دي موجودة على قناتي على اليوتيوب، هسيب لكم اللينكات أو كومنت أو في صندوق الوصف يعني، شغل على كده. المهم ليه بنعمل الفيديو ده؟ عشان احنا كنا من فترة قلنا ان احنا هنجمع كل المنتجات اللي احنا بنستخدمها من نفس الفئة في فيديو واحد، وده كده اتكلمنا عن مجموعة من السماعات، اتكلمنا عن مجموعة من الموسيقى، وحان الوقت ان احنا نتكلم على 2 كيبورد. بعد كده هنجمع الكيبوردات كلها، انا حاسس ان انا طولت في الفيديو. بالنسبة ل 2058 الماتيريال بتاعته يعني تحس انها كده ميتال كده، ويعني تحس حاجة فخمة. الكيبورد على فكرة وازن وتقيل يعني، مش عارف يعني وزنه بالظبط كام، هحاول اوزنه لكم يعني لو قدرت يعني، بس بجد الوزن بتاعه تقيل تقيل يعني، انت هتحسه يعني. لو قلبنا الكيبورد بالشكل ده هتلاقي عندك الأماكن اللي انت بترفع بيها الكيبورد بتاعك. ومبدئيا كده عندك الجزء ده، الجزء ده أصلا ماجنتيك. تمام، بيجي معاه مسند لإيدك. تمام، عشان تبدأ إن أنت تريح إيدك، وتبقى طريقة الكتابة أو اللعب تبقى طريقة مريحة شوية. تمام، بالنسبة للآر جي بي، الآر جي بي هنا في التي 200 ما بتقدرش تتحكم فيه. خلينا كده نتكلم مبدئيا كده عشان ما نلخبطش الفيديو، نتكلم عن الآر جي بي في هذا الوقت في هذه الدقيقة. الآر جي بي في التي 200 ما بتقدرش تتحكم فيه، أما في ال 2058 تقدر تتحكم فيه من خلال السكرول ده. السكرول ده بيشتغل كسكرول للصوت ان انت اتوط او تعلي بيه، او ان انت تتحكم في الاوضاع بتاعتك ان انت تعليها او ان انت توطيها، او ان انت بقى تعمل بقى حاجات كده رايقه جدا يعني. مثلا اول زرار ده تقدر انت تخلي كل ده شغال، جزء ده كده شغال، جزء ده شغال. لو دوست دوسه مطوله كده على السكرول ده تبدا ان انت تاخد تحكم، بس كده تاخد تحكم في الاضاءه نفسها يعني. بص هنا كده تبدأ إن احنا نعلي الإضاءة أو إن احنا نغطيها من السكرول ده كده، احنا طفيناها خالص. تقدر تعمل أكتر من مود يعني، يعني احنا دلوقتي تصنع السكرول ده أدانا مود كده رايق شوية، ممكن توطي أو إن أنت تعالي كده، احنا قفلناه خالص، احنا نعليه. تبدأ بقى تاخد مودات رايقة وشكله جامد جدا، حتى السكرول اللي كده زي ما انتم شايفين منور كده وشكله جامد
ورايق وحاجة فعلا دلع دلع. بس تطفي بس الإضاءة دي كده شوية ولا دي. أيوه تمام. اه صح، عايزين نتكلم في نقطة. لو انت دوست دوسة مطولة على السكرول اللي انت بتقدر ان انت تخليه يشتغل للميديا، او انت دوست دوسة مطولة تانية وهو نور تقدر تتحكم فيه بنقطة الار جي بي. للأسف في التي 200 مفيش النقطة دي، هو بيشتغل بس انت كده بتعمل ميوت، او ان انت تشغل بتلغي الميوت تقدر انت تتحكم في الميديا بتاعتك تعلي او توطي. الثلاث زراير المعروفين هم ان انت تقلل الاغنيه او الميوزك اللي بعديها او اللي قبليه. فبالنسبه لي الماتيريال كانت ماتيريال محترمه جدا. الار جي بي للاسف في التيم 200 هو ما تقدرش تتحكم فيه، اما طبعا في الاولى 20 58 تقدر تتحكم فيه. طبعا عندك الزراير هنا بالنسبه للتيم 200 هي زراير من غير صوت. اه للاسف انا قلت ان هو ميكانيكال، بس ان انا قصدي ار جي بي، انا قصدي ار جي بي وجيمنج. يعني هو هنا من غير صوت، يعني في صوت كده بس خفيف. اما مش هتسمع واعتقد ان انتوا سمعتوا الصوت وفرق الصوت ما بين الزراير. طبعا احنا عايزين بس اوريكم كده الالوان بتاعت السويتشات نفسها. دي كده السويتش هنا سويتش 2 تمام. انا ماليش خبره قوي في موضوع السويتشات تمام. البلو وانا نعرف في بلو في ريد، كان في الوان تانية ولا لا؟ طبعا في تطور ملحوظ ومرعب في الكيبوردات. بس بصراحه دي الكيبوردات اللي انا انصحك بيها في فئة يعتبر متوسطة شوية، بس بتديك شوية كده انبهارات رايقة جدا. بس طبعا أنصحك أكتر لو أنت شخص عايز تجيب كيبورد بس فتجيب ال 2058، عايز تجيب كومبو تجيب التي 200 بس. التي 200 الكيبورد أحسن بكتير، أما كان الماوس بتاع التي 200 كان ماوس سيء 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 جدا، ما أنصحش بيه نهائي. يعني لو تقدر تجيب الكيبورد لوحده تمام، آه هيبقى سعره أكيد أقل بكتير من ال 2058. بس ال 2058 من الكيبوردات لا أنا مش قادر أستغنى عنها. هوريكم يعني مجموعة من الكيبوردات اللي عندي، هواجيلكم تاني. ده الكيبورد كنت جايبه تبع كومبو برضو، ده الكيبورد برضو تبع كومبو ده، بس ده كيبورد وايرلس. يعني مثلا كده الكيبوردات اللي احنا، طب في كيبوردات تانية بس مش عارف اوريها لكم دلوقتي. احنا عندنا هذا الكيبورد تمام، وهذا الكيبورد انتوا شايفينها كده ولا لا؟ يعني ممكن يبقى كده. دي الكيبوردات اللي استخدمتها خلال الفترة اللي فاتت، وكنت يعني أنا منبهر من تجربتي لهذه الكيبوردات. بس أكتر كيبورد بصراحة يعني شدني شدة كده اللي هو أنت فاهمني تعالى كده، هو الكيبورد اللي قولنا 2058. بجد منبهر بيه ومنبهر بكل تفصيلة موجودة في الكيبورد ده، من الماتيريال، من خامات بشكل عام، من الار جي بي، من السويتشات كده رايقه جدا انت فاهم. احيانا يعني بحس ان الموضوع مثلا لو حد جنب او ده وانا بلعب واخداني الحماسه قوي، بتلاقي ان الاصوات مش احسن حاجه فاهم. فاحيانا بروح للكيبورد ده شويه، يعني اصوات هاديه شويه تمام. الكيبورد ده كده واخد لوك جيمنج قوي في نفسه وكبير نسبيا، وفعلا كان كومبو، كانت تجربه بتاعت ممتازه. حاول اسيب لكم اللينك بتاعه في اول كومنت او في صندوق الوصف. فبالنسبه لي الكيبوردين الاولى ده هو من الكيبوردات الممتازه، وانا في تجربتي للاولى كانت تجربه كويسه جدا. ومن الماوسات ان شاء الله عايزين نجربها تكون حاجه كده اولى كده، تكون مثلا وايرلس كده، حاجه بالشحن، حاجه كده قريبه. فدول اللي انا انصحكم بيها. لو حسيتوا ان الفيديو ما كانش حاجه اكتبوا لنا في الكومنتات، نحاول نحسن من طريقه المونتاج، من التصوير، من كل حاجه. بجد منبهر بهذه الكيبوردات بطريقه بص انا منبهر بطريقه منبهره من ال 2058. واتمنى ان هيبقى في تجربه تانيه لكيبوردات من اولى تكون بتديك كده فاهمني الطابع الجيمنج والرايق بصراحه. بس انا اخر فيديو كان معاكم احمد بصري، هل انصحكم بهذه المنتجات ولا لا؟ انصحكم بشده، بس انصحك بالاخص بال 2058 من شركه اول. كان معاكم احمد بصري، سلام.